وصلنا معكم لختام مشوارنا الصباحي، وتزامنا مع حملة 16 يوم عالمي لمناهضة العنف وكافة أشكال التمييز ضد المرأة. عم نحكي اليوم ضمن مساحتنا الاجتماعية عن ظاهرة جدا منتشرة وقضية حساسة، العنف ضد المرأة. اليوم نحن بالقرن 21، رغم التطور، رغم الشعارات والمناشدات لحماية حقوق المرأة، إلا أنه لحد هذه اللحظة العنف مستمر ضد هي المرأة. يمكن ليلى اليوم كثير من السيدات، كثير من الصبايا عم يتعرضوا للعنف، لكن لساتهم ساكتين، ربما خوف من المجتمع، خوف من العادات والتقاليد. تماما يا هايدي، وللعنف له كثير أشكال، منها الحرمان من حقوق التعليم، العمل، الحرمان من الأطفال في أثناء الانفصال. وصار العنف يعني فينا نقول نسبة 40% من حالات الطلاق هي سببها العنف، لكن كثير من السيدات اللي بيسكتوا او ما بيعرفوا يتعاملوا او يدافعوا عن انفسهم. لنحكي اليوم عن هذا المفهوم، مفهوم المرأة المعنفة وكيف بتتعرض المرأة للإساءة. رح نحكي كثير عن هي الامور مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، الاختصاصية التربوية لينيت يوسف. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك لينيت، اهلا وسهلا فيك. يعني مع استمرار لمناهضة العنف ضد المرأة، خلينا بداية نتعرف نحن والمشاهدين، مين هي المرأة المعنفة؟ هلأ وقت اللي بدنا نقول نحن مرأة معنفة، يعني نحن نحكي من نتائج، نحن بدنا ناخذ حصيلة هي نتيجة لعنف شديد ومستمر، هو عنف منزلي، سواء يكون من زوجها، أحيانا بيكون من أبوها، أحيانا بيكون من أخوها، وصل لاضطراب عقلي، هو بصير عندي انا يا اما متلازمه المراه المعنفه يا اما متلازمه الزوجه المعنفه، وبالتالي بصير انا عندي نوع من انواع اضطراب ما بعد الصدمه، وهذا الشيء الحمد لله ما حدا عم يعرفه، يعني خلص بتاكل قتله، بصير مع قصه، بصير مع عنف معين، بدهم يتجاوزوه كيف ما كان، ما بيشوفوا انه هي إلى ابعاد القصه. خلينا نحكي اليوم عن أنواع الإساءة اللي بتتعرض لها المرأة، سواء كانت مثل ما ذكرتي من الأهل أو من قبل الزوجة. خلينا نذكر هيك، نوضح الأمور والنقاط اليوم. هلأ أنواع الإساءة اللي ممكن تتعرض لها البنت أنواع كثير عديدة وشاملة. بالبداية خلينا نقول العنف الجسدي اللي بيكون مثلا، ممكن يكون ضرب، ممكن يكون إيذاء جسدي بغض النظر عن نوعه، ممكن يكون النفسي، هو مثلا بالإهانات، بالتخويف، بالتوبيخ، العاطفي تبع أنه أنا بحبك إذا أنت ساويتي هيك، بهددها يعني بكون حبي لإلها مشروط، هذا كمان اسمه عنف عاطفي. العنف الجنسي اللي كثير هلأ من الزوجات عم بيعانوا منه، وللأسف يعني بيصير عنا نحن خجل حتى بالحكي عنه، لأنه بيصير في إهانة للزوج والزوجة سوا. يعني اليوم عم نسمع مصطلحات كثيرة بالعنف، إن كان ذكرتي العنف الجسدي، النفسي، العاطفي، حتى عم نسمع بالعنف الاقتصادي. طيب خلينا لينيت نوضح أكثر عن أسباب هذا العنف الموجود اليوم. العنف الاقتصادي أهم نوع من أنواع العنف، لأنه نحن ما كثير بنحب نذكره، يمكن كثير ما بيعرف شو يعني عنف اقتصادي، وحتى الرجل بحب يخليه مخبى، لأنه هو بده يضل تحت، مثل ما بيقولوا مفهوم ضلها تحت جناحه، يعني هي ما أنا قادرة تتصرف، المصروف منه، ما يكون عندها شغل، ما يكون عندها مردود، مشان هي أي شيء بالحياة ترجع له إله. يعني هو من أسوأ أنواع العنف، ومن أكثر أنواع العنف المنتشر حالياً، ومن أكثر أنواع العنف اللي بنحب نخبيه. تماماً، خلينا نوضح أكثر مفهوم العنف. وقت عم نحكي عن العنف، هو مو بس ضرب، مو بس إساءة، مو بس طبعاً الألفاظ السيئة. لما بدنا نحكي عن الحرمان من حقوقها اليوم، من التعليم، من العمل، الحرمان من الأطفال في حالة الانفصال، هدول كلهم بينطوا ضمن إطار العنف؟ طبعا طبعا كلياتهم تحت اطار العنف، لكن الأسوأ من هذا وقت اللي انا بدي احكي انه هي محرومه محرومه محرومه، اوكي ماشي محرومه من شيء، بس عم بيصير عم نوصل نحن لمطرح عم تفقد الحياه، وما حدا عم يلف له جفن بالاخير، بيقولوا لك انه هي ما عرفت تتصرف. دائما حتى اللوم بعد ما هي تكون ضحيه، ضحيه انسان مريض، عم يصير اللوم عليها، بدل ما يكون المجتمع واقف حدها، ويصير انه نحن يصير عندنا ردة فعل للاخرين، نعرف نتصرف مع النساء الاخريات مثلا، او حتى الفتيات اذا ما كانوا متزوجات، من قبل بيكون هذا العنف من قبل الشريك العاطفي، احيانا احيانا من قبل الاب، احيانا من قبل الاخ، لانه نحن الحمد لله مجتمعنا ذكوري للاسف. تمام. وقبل ما نكفي هيك حديثنا بالموضوع، يعني تزامنا مع الحمله، انت لابسه اليوم لون برتقالي، طبعا شو علاقه اللون البرتقالي اليوم بالحمله ضد
عنف ضد المرأة. هلا اكيد نحن كلياتنا ضد العنف ضد يعني لاي عنف بكل اشكاله، سواء ضد المراه او حتى ضد الطفل وحتى ضد الرجل، لكن نحن لهلا لهي اللحظه بيقولوا لنا انه انتم اخذتوا حقوقكم وزياده، صار الرجل بده يطالب بحقوقه من المراه، لانه نحن عم نعيش مجتمعات مختلفه، مناطق مختلفه، في مناطق عن جد هي المراه اخذت حقها وصارت معترف بوجودها وبحقوقها، وفي مناطق ثانيه للاسف موجوده بنفس البلد اللي نحن قاعدين فيه وبتلاقي انه ما بتصدقي انه هذا الموضوع ساتو عم بيصير، عم تاكل قتله وتسكت، عم تنحرم من حقها، عم تنحرم من اولادها، حتى ممنوع تعطي راي. لكن اليوم كثير بنشوف هاي الحالات، انه في نساء بيسكتوا بتقلك انه منشان اولادي، انه انا مشان ما انحرم من اولادي، لكن احيانا بتوصل للحرمان من الاولاد. خلينا نحكي اليوم كيف ممكن نساعد المراه المعنفه، كيف ممكن انه ناهلها نفسيا. طبعا هلا بالبدايه قبل ما اجاوبك على سؤالك، في شيء نحن وقت اللي بنقول انه انا ما بدي كبر القصه، بتقلك انا ما بدي حدا يعرف، ما بدي اترك بيتي مشان اولادي، القصه انه هي عم بتطالع حتى اولاد مضطربين. يعني انت مشان اولادك لا، حاولي توقفي تعملي حد للموضوع اللي عم بيصير معك، حتى ما يصير عندك اولاد كمان مضطربين. كيف نحن بنقدر نساعد؟ اول شيء لازم يكون في عنا دائما خط دفاع اول اللي هو الاهل، دائما يكون النصح والارشاد موجود، الاصدقاء يكونوا موجودين، بس للاسف نحن الاهل بكثير اوقات ما بيكونوا يعني عم ياخذوا الموقف السلبي تبع طولي بالك كل الرجال هيك، ما علي كلياتنا تعذبنا، ما بيصير هيك لانه نحن شفنا في عنا ضحايا. الخط الثاني لازم هي تلجأ لأي جمعية لحماية الأسرة، لحماية المرأة، كمان إذا ما قدرنا ممكن نلجأ للشرطة. يعني في الوسائل قدامها كثير متاحة وموجودة، لهيك ما في داعي تبرر لحالها ولا تحط أولادها تحت يعني مشاكل سلوكية أو نفسية تالية. تمام، خلينا ما نكون كثير متحيزين للمرأة ضد الرجل. اليوم بيقولوا لك إنه المرأة كمان ممكن تكون هي سبب من أسباب حدوث العنف، يعني بتلاقي بعض السيدات طريقة أسلوبهم وتعاملهم مع الرجل هي اللي بتسبب لهم هذا العنف، بتلاقي الوحدة ممكن تحكي معه بطريقة غير مناسبة، ممكن تشتم بأهله، بنعرف دول التفاصيل قد ما موجودة اليوم، وقد ممكن تكون هي سبب كبير للعنف. هلا هون نحن عم نحكي عن الاسباب، خلينا نرجع على الاسباب الحقيقيه، هي كيف وصلت لهذا النوع من انواع التعامل؟ نرجع لإلها من الاول، يا اما بطفولتها قاعده مع الاب كان كثير عنيف، يا اما الاخ عرضها لمشكله كثير قاسيه، يا اما اصلا كان عندها زواج اخر كان كثير صعب وكان في عندها تجربة سيئه، بالتالي معناتها هي كيف وصلت لهون؟ وصلت من خلال التعامل السيء، والإنسان المريض المضطرب اللي عم يتعامل معه ما وقفنا عند حده. يعني هلأ بتلاقي في عنا فتيات بجنن وبياخذوا العقل بالجامعات، للأسف هلأ عم بيعانوا من اضطرابات وكله راجع للبيت. طيب شو السبب؟ العائلة يعني؟ ايه طبعا العائلة، طبعا انه الاب ما بيكون عم يعرف يتصرف معها، دائما يا اما بيكون في دليل كتير يا اما في حزم وشدة بطريقة غير صالحة، يعني غير جيدة. يعني بالنهاية نحن هدفنا التربية الصالحة، ما عم نحصل عليها، عم نحصل على العكس والنقيض تماما. تماما، حتى بنلاحظ يعني مثل ما بيتربوا الاولاد وقت اللي بيكون في عنف من قبل الاب او الام، يمكن هن بنفس الطريقه عم يرجعوا يربوا اولادهم، قديش هذا ما عم يكون سيء يعني بالتربيه من جيل لجيل عم يتأثر. تماما، مثل ما ذكرتي عم ياخذوا التربيه، عم ياخذوا العادات والتقاليد تبع طول الولد بيتربى، اضرب البنت ما بعرف شو بيصير لها، حرام الولد، مو هيك القصة. نحن بدنا ناخذ الشيء الحلو من عندهم وبنعمل نحن تجديد شيء يعني يطالع عنا شوي صحاء نفسيا، لانه نحن هلا بدنا نعترف انه مو كلياتنا اسوياء نفسيا بنسب معينه طبعا، بس انه هذا كلياته راجع للتربيه. خلينا ناخذ الحلو. صحيح، وطريقه التربيه يمكن اليوم اللي نيت اختلفت اليوم عن الماضي، صارت غير طبعا، لازم كل شخص يتواكب اليوم مع التطورات اللي عم بتصير. طيب خلينا نحكي عن بعض المنظمات اللي بتساعد المراه المعنفه اليوم. هلا انا في عندي كثير منظمات موجودين عنا، هلا يعني موجودين متاحين قدام الكل، في عنا المراكز الرعاية بالبداية، خلينا نقول الهلال الأحمر هو كتير عم بيساعد، في عنا نحن مراكز هي بالأصل تابعة لمنظمات سواء كانت دولية أو مشتركة أو غير دولية، بس الكل عم يوقفوا إلى جانب المرأة عم يساعدوها حتى جسديا يعني طبيا من الناحية الطبية، إذا كان بدها علاج عم يساعدوها نفسيا، عم يقدموا لها العلاج حتى قانونيا، العلاج القانوني وقت اللي بدها تنفصل بطريقة جيدة
بيأمنوا له الانفصال الآمن وبيأمنوا الانفصال الجيد للأطفال أنه بحس ما يكونوا هن عرضة لمخاطر تانية. تماماً. يعني وقت بدنا نحكي عن مشكلة العنف فينا نعرفه أنه هو مشكلة كبيرة، مشكلة ما فينا نقدرها، مشكلة تكلفتها الاجتماعية والاقتصادية خلينا نقول كبيرة. وقت اليوم بدنا نعالج امرأة من الإساءة أو من العنف، هي طلعت من مرحلة العنف أو معنفة بشكل كبير كانت، اليوم نحنا بدنا نعالجها أو نأهلها نفسياً لترجع تتأقلم مع وضع أفضل. هذا أهم شيء ممكن يصير مع أي مرأة متعرضة للعنف. بالأول بدك إياها تقتنع هي نفسها أنه هي عم تتعامل بطريقة ما بتليق فيها، أنه هذا الشيء يعني مو من حق أي إنسان يتعامل معي بهالطريقة. بتجي لعندك المرأة المعنفة، لأ هي عندها إحساس بالذنب أنه أنا كنت السبب، أنا اللي وصلته لهون، أنا اللي خليته يضربني، مع أنه هي ما بتعرف أنه هو ما من حقه يوصل لهون. يعني انت بالاول قبل ما تبلش علاج تفهميها انه هذا ما من حقه، ما تحطي اللوم على حالك وما تحطي اللوم على حالك، وهذا مو حقك اصلا انك توصلي لهون، ولا حقه هو يمد ايده لهالدرجه او ياذيني لهون. هي اول شيء. شغله ثانيه بدك نحن عم نلاقي دائما مع العنف عم نلاقي عندهم امراض، شيء امراض ساريه للاسف، لانه اصلا هو اخر همه الزوجه او الفتاه، او خلص هو بهمه الرجل الموجود بالبيت، الذكر الموجود بالبيت سواء كان طفل صغير او كبير، هو الموجود هو المهم، اكل شرب راح على الدكتور درس الى ما هنالك. شغله ثانيه عم نلاقي عندها انه هي عندها ما عندها حس المسؤولية، أنه المسؤولية كيف أنه حس المسؤولية كله عليها، أنه ما عندها حس المسؤولية أنه يقع عليك الحق، ما بتعرف توجه الحقوق، أنه دائما الحق علي، دائما أنا الغلط، دائما أنا الضعيفة، دائما أخذ دور العجز. يعني خلص هي مستسلمة وخالصة، شو ما قلتي لها روح انتحري عادي، هي ما عم تعرف أنه حتى هذا الشيء عم يأذي بناتها. يعني إذا كان في كمان فتاة بنفس البيت للمرأة عم تتعرض فيه للعنف، الله يعين هاي الفتاة شو ناطرة. صحيح، ويمكن لينات من أنواع العنف الشائعة والمنتشرة بشكل كبير عنف اللفظي، وأحياناً منقول أنه هذا النوع من العنف ممكن يكون صعب أكثر من العنف الجسدي أو النفسي. اليوم ممكن تكون المرأة بين أي مكان مع الأشخاص اللي حواليها ممكن تتعرض لإهانة بالكلام من خلال الرجل، خلينا نوضح اليوم أثاره السلبية لهذا النوع من العنف. الآثار كثير بشعة، لأنه هي أصلاً بيصير عندها ردة فعل، بيصير إذا هي بيصير في ثقة بالنفس، عم تعمل شيء هي كثير حلو بنظرها بنظر المجتمع، بيجيكي اثنين ثلاثة من هدول اللي خالف تعرف تبع أنه أنا بس بدي أعطي رأيي، بس بدي أزعج الآخر اللي قدامي. هي بيصير في عندها دائما بتصير بدها تعمل شغلة تفكر فيها مرتين وثلاثة، بتصير بدها تفكر أنه معقولة أنا غلطت بمطرح المطارح، بس بتاخذ وقت صغير على فكره على هذا الموضوع، بتصير اقوى، بتصير قادره ترد اكثر، قادره تاخذ موقف حقيقي. بس هون في شيء لازم نحن نوضحه للرجل كرجل، مع انه نحن عم نحكي اليوم عن المراه، مفهوم الرجل هو للحب غريب، انه انت مين قال لك انه انت من حقك اصلا انك انت تمد ايدك او تلفظ او تعمل؟ هي اللي عم تعطيه الحق بالاول، فالحق مو قصه انه انا جاي احط الحق على المراه كمان، سيره ماذا؟ لا، انه انت من الاول لا تخليه يوصل لهون، من اول مره تاخذي موقف حازم، انه لا تقولي هالمره بده يزبط، ولا يكون عندك امل انه دائما بيكون كل حديث مع مراه معنفه بتقلك انه انا كنت مفكره انه رح يتغير، ما هذا طبعه خلص هو هيك، هو عن جد مريض بده علاج، يعني خليه يتعالج، حطي الشكوى عليه قبل ما تصيري انت الضحيه. هلا بنلاحظ انه نسبة السيدات العاملات كمان مستوى التعليم، يمكن هدول فينا نقول انه وصلوا لمرحلة الاستقلالية اللي يمكن ما بيقبلوا العنف، لكن يمكن السيدات ربات المنازل هن اكثر اللي بيتعرضوا لهذا الشيء، او ممكن انهم يسكتوا على هذا الشيء. هلا فعليا نحن الاحصائيات اللي عندنا موجودة بتثبت عكس هذا الشيء تماما. لانه دائما نحن وقت اللي عم نختار الشريك نحن ما عم نعرف ماضيه كامل. تمام. يعني كيف بدي اقول لك، هلا نحن عندنا دراسات اثبتت اذا انا عندي شخص هو اجرامي مجرم، بالتالي حياته رح تكون كثير عنيفه، بالتالي اطفاله رح يكون عندهم مورثات اجراميه. تمام؟ تماما. طيب انا عم باخذ هذا الشريك وعم حبه، عم نعيش نحن فتره غراميه، فتره الخطوبه نحن هيك بنقول عنها. هلا كثير عالم بيقولوا عنا انه هي فتره مليئه بال مثلا شغلات المخبايه اكيد ما بيبين، ما اختلفنا، اجينا على ارض الواقع لقينا انه في حدا ثاني
حتى لو كانت هي مثلا دارسة متعلمة وفهمانة وإلى وجودها بالمجتمع، وقت اللي هو بيكون عنده مشكلة نفسية بده يلغيها أكثر، بصير يغار منها أكثر، بدل ما يقول لها برافو ويلا وأنا معك وأنا حدك، لا بصير هو غيران أكثر وبصير بكسرة أكثر. وحتى إذا في بيصح له إنه يخجلها بالمجتمع ومطرح ما عم تشتغل ما بيأثر. طيب خلينا نركز على فئة الأطفال اليوم، هدول الأطفال إنهم عم بيشاهدوا أمهم عم تتعرض للعنف أو أختهم أو أي شخص حواليهم، قد ممكن اليوم تأثر عليهم على حياتهم، على مستقبلهم، على دراستهم كمان؟ كثير رح تأثر. نحن بنلاحظ دائما مشكلات سلوكيه ومشكلات دراسيه دائما بتطلع مشاكل بعد حالات الطلاق اكثر. هلا نحن بيكون في عندنا حالات، بيكون في عندي طفل انا متاخر دراسيا، عندي طفل عنده مشكله سلوكيه معينه، لكن وقت اللي بيكون في عندي حالات الانفصال بيكون عندي انا هي المشاكل اكثر، ودائما بيكون عندي الطفل اللي بيطلع من حاله فيه عنف، دائما بتلاقيه هو بيتعرض بيعامل رفقاته بعنف، بتلاقيه عنيف، بتلاقيه حتى يعني انا اسفه على الكلمه شرس. يعني تخيلي قديش معناتها بيخوف الولد، بيصير بالتعامل مع الاخرين حتى مع المعلمه ما عاد عنده قيود، ما عاد عنده حدود. حتى بالاخير يعني هو ممكن يخاف من ابوه فتره صغيره، بس يصير فتره المراهقه ما بقى يخاف منه، وبصير هو حتى الاب ما عاد له قيمه، لانه اصلا تمام. انت علمته على العنف، انت علمته يصير انسان ما يحترم حتى القواعد ولا القانون ولا القوانين حتى. خلينا ذكرتي من شوية أنه بتتعرض المرأة المعنفة لكثير من الأمراض، بتنصاب بكثير من الأمراض، خلينا نركز شوي على الأمراض النفسية وشو هي العلامات الأولية اللي بتظهر عليها. هلا اهم شيء من العلامات الاوليه، اذا خلينا نقول علامات جسديه بتلاقي عليها كدمات، خاصه اذا كان هو تمرد، يعني بيكون بالاول هو خايف يضربها على وجهه مشان ما يبين للجيران ولا الاهل، بس اذا تمرد شوي الزلمه بصير يضربها على وجهه عادي يشوفه العالم. هي بالنسبه للعلامات الجسديه، اما النفسيه بتلاقي عندها اكتئاب، فقدان الثقه بالنفس، بتصير تخاف من اللقاءات والعلاقات والاصدقاء، بتصير تخاف تشوف اهلها لانه ممكن يشوفوا العلامه، بتخاف تشوف رفيقتها لانه ممكن تشوف القصه اللي صايره معها، بتخاف تشوف رفيقتها لانه انا في عندي حدا شكاك مريض بده يضل يدق لي، بده يضل يحسسني بالقلق، بده يضل يحسسني اني انا في عم بعمل شيء سيء. تمام. خلينا نحكي عن العنف الإلكتروني اليوم نتيجة التطور التكنولوجي، عم ضل ساعات طويلة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، قديش ممكن المرأة تتعرض للعديد من التهديدات، من الابتزازات، من أشخاص ربما مجهولين الهوية بمواضيع معينة، قديش لازم ننتبه لهذا الموضوع خصوصا يمكن للأطفالنا أو للفئة الصبايا؟ هلا اكيد الموضوع كثير عم نتعرض له، وللاسف الشديد انه اكثر اشخاص بيتعرضوا له هن الاشخاص اللي لهم اهميه بالمجتمع، اللي لهم مركز بالمجتمع، اللي لهم وجه بالمجتمع، حتى اللي عم يقدموا شيء حلو وراقي مثل حضرتكم. طبعا نحن بنلاحظ انه هن بيتطاولوا بطريقه غريبه، ما عم يقدروا يسيطروا حتى على انه القوانين، حتى العيب ما انه موجود بحياتهم، بيكون الواحد هو عم يتعامل بطريقه راقيه لانه انا ما بدي اوصل فلان وشخص اخر للمساءله الالكترونيه وللحساب الالكتروني والقضائي هو شو بيعتبره الشخص الثاني، بيعتبره ضعف. بس الوقت بترجعي نحن عن بناتنا والصبايا اللي عنا، يعني انا اول حدا بحكي عن حالي بالاول بحكي عن الغير، انه وقت اللي انا بوقف بشوف هيك موقف بحاول قد ما فيني اني بالبدايه اتجاهل. عن جد بحس انه التجاهل هو اهم شيء ممكن تتعرض له او تواجهه البنت، انه خلص انت مانك موجود. لانه انت لو انك صاحب بتكون وجودك جيد، بيكون اثرك حلو. تماما. لكن اليوم وقت مثل ما ذكرنا انه العنف الالكتروني في كثير منهم بيخبوا هذا الشيء، سواء العنف الجسدي، العنف النفسي او الالكتروني. اليوم هيك نصائح منك للصبايا اللي عم بيشوفونا، للسيدات اللي عم يتعرضوا لعنف، كيف ممكن يتعاملوا مع الموضوع ولازم ما يخبوا هذا الشيء؟ هلا بالاول اللي عم تتعرض لعنف اول شيء تواجه، تخبر وتاخذ حد فاصل وتعمل انه بينه وبين بين الشخص المعتدي مين ما كان يكون، يكون في بينه وبينه خط فاصل، انه انت ما بقى فيك تعتدي علي، تقدم للشرطه. حتى نحن هلا في شيء انا بدي اقوله، بتروحي بتقدمي بلاغ للشرطه انه فلان اعتدى علي، بيجي بيقول لك الشرطي معقوله انت تقدمي بلاغ ضد ابوك ضد اخوك ضد زوجك؟ حتى هذا الموضوع ما تخلي اي انسان يوقف بطريقك، لانه انت عم تشاركي انك انت تكوني ضحيه. حتى الاطفال اذا انت خايفه على اطفالك هن رح يتاذوا اكثر اذا انت موجوده. وبالنسبه للفتاه اللي باحثه عن شريك، هلا تحاول تلاقي الشريك المناسب بس بعيد عن الامراض النفسيه، بس ما بدنا منه شيء اكثر من هيك. تمام. دائما احنا شروطنا شو بتكون؟ يكون حلوه، يكون دارس، يكون
وما عم ننسى الموضوع الثاني وللاسف عم يعني في كثير منا عم يصيروا ضحايا بسبب هذا الموضوع. يعني بالختام ما يمكن مو بس باليوم العالمي للعنف ضد المرأة أو بالحملات اللي عم تكون ل 16 يوم نحن بس تحكي عن المرأة وعن معاناتها، لا لازم يمكن يكون في توعية أكثر بكل الأيام لنعرف المرأة شو عم بتعاني. كلمة أخيرة من حضرتك. أكيد أنا بحب أني أشكر كل السيدات الموجودات بسوريا تحديداً، لأنه كثير هن تحملوا كانوا زوجات أو أمهات أو حتى فتيات أو دارسات استطاعتهم بالفترة الصغيرة، والكل طبعاً أكيد الكل تعذب بس هن بشكل خاص لأنه عنا نحن كثير ضغوط كانت كبيرة، وحتى الضغوط الثانية أنه بتحسي أنه هي عن جد مطبق عليها الحرمان أكثر من أي حدا تاني. أكيد بدنا نتشكرك الاختصاصية التربوية لينيت يوسف على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، ونتمنى السلامة للجميع وتحية لكل السيدات السوريات وللمرأة بشكل عام بكل العالم. شكرا كثير لك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك.